اوه يا حلوين، اليوم راح نشوف الشوت جن الجديد. ليتس جو. هلو يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام. حبايبي الكرام، جات لكم مقطع جديد يا احلى الناس. مثل ما انتم شايفين شباب، اليوم نزل شوت جن جديد. شو هو الشوت جن جديد؟ شوت جن طلقتين بربر، شوت جن البربر الجديد حبايبي. طبعا شباب مثل ما انتم شايفين، صراحه ما بعرف شو الخاصيه تبعيته. اوكي ما اعرف شيء. لهيك حبايبي راح نشوف مع بعض. حبايبي عندي الساعه يعني الان 8 الصبح. اوكي فيك منهم جديد مثل كل فيديوهات شباب، لا تاخذوني بس ولكن طاقه ايجابيه حبايبي. ما راح اطول عليكم اكثر من هيك. ليتس جو. قبل ما نبلش المقطع حبايبي، لا تنسوا تحطوا اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس يا احلى ناس، وتشتركوا بالقناه ويعني فهمتوا علي. اوكي خلينا نوصل 20,000 لايك لهذا المقطع. نقدر ما نقدر؟ نقدر اكيد. يلا ليتس جو حبايبي. شوت جن جديد نزل. اوكي عندنا هون نعمل سبينات. اوكي راح نحاول نحصل عليه، معنا 1000 سبين جوهره حبايبي. ما ان شاء الله يعني ما لناش حنا اكثر من هيك. اوكي ليتس جو، نبلش اول 5 سبينات. ليتس جو يا حلوين. ابلع شوي. اوه سنو توكن. ليتس جو، هاي اول وحده شباب. ليتس جو يا رب. اوه سنو توكن. ليتس جو يلا كمان سنو توكن. بليز زفت. خلاص خلاص يلا يلا بليز بليز سنو توكن. اوه سنو توكن. يلا يلا ان شاء الله خير، ان شاء الله خير، ان شاء الله خير يا رب. كمان 5 سبينات. ليتس جو. اوه نو باقي اثنين باقي. الله يخليكم والله، يعني ما تخلوني يعني خليني يعني في قصيد بكير ووضع لوز وبليز. يلا يوز ذا 3. خلينا نستلم هذول حبايبي. اوه في كثير باك جات. يا سلام شباب، في كثير باك جات يا حلوين. ثواني 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 يا احلى نت. طبعا شباب انا بالعاده بشغل نيتي وانا بحرك يعني الاحشاء، وبحب اسمع وانا عم بحرك. ثواني ليتس جو. اوكي يلا شباب نخلص من هذول الاشياء. هذول الشباب اللي راح يلزمونا يعني من الان، فضيهم فضيهم هون. هذول نو واي نو واي ما يلزمونا، هذول كله ما يلزمونا. نحرق ابوهم. هذول في صناديق جديده، هذول ما بعرف وين حنشوفهم. هذول كمان يعني ما يهمونا. هذول بهالاسلحه اللي فوق ما عندنا اليوم، رح نفتحهم ان شاء الله، نحاول نفتحهم. اوكي يلا ليتس جو. وهذا عندي اياه يعني اقدر نخلص منه. ثواني ثواني ثواني، هذا الصندوق ما بعرف شو هو. هذا ما بعرف شو هو يا حلوين، ما بعرف. اشوف. اوكي اوكي anyway خلينا نضرب هذول 18. 6 سبينات يلا يا رب. يلا شو 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 سنو سنو توكن بليز مان. ينعاد شكلك، ينعاد شكلك. او ماي جاد بليز بليز بليز. يلا نضرب ضربة ثانية 45. يلا يا رب ليتس جو، ان شاء الله يطلع لنا سنو توكن بليز يا رب. اوه رقصة فنش فنش طلعت لي بارتي داس. يلا بوم ما طلعنا سنو توكن. يا الله ليش يعني ليش هيك؟ يلا ولو بليز كمان رقصة. هو شو بده؟ الله يا زلمة. لا 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 شباب شباب، لازم نشحن، لازم نشحن، لازم نشحن. ثواني يا حلوين رح نشحن حبايبي على السريع. قبل ما نبلش الشحن شباب رح نشوف شو طلعنا من هذول، نختار هذول الاشياء. طبعا الرقصات عنا اياهم. اوكي الرقصات عنا اليوم يا حلوين، خلينا نشوف وين نشوف. دقيقة حبايبي ليتس جو. لا الرقصات عندي اياهم تمام. هذا مالي حابب، ما بدي اياهم، هذا ما بدي اياهم تمام. شو في كمان؟ هاي كمان ما بدنا اياها. اوكي هاي كمان ما بدنا اياها. الصور كلهم ما بدنا اياهم، الصور كلهم ما بدنا اياهم. هاي اللبسه عندي اياها، وهي كمان اولي 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 اولي. هاي كمان، هاي ابلع انت كمان. 6 سبينات ثانيين حبايبي ليتس جو، خلينا نضربهم ان شاء الله يطلعنا اياه حبايبي. دعونا يطلعنا التوكن يا رب 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 يا رب.
شحال بس حبايبي بنفس الوقت شحال لنا 1000 جوهره حبايبي. اوكي نشوف حظنا. اوكي هي تمشي حال. خلينا نضرب السبينات شباب. يلا بسم الله ليتس جو. نعمل ريفريش نعمل ريفريش. اوكي يعني بليز يعني لا تخلونا يعني بليز. يلا هذول ايش ما ليش ما استعملتهم؟ كانوا هذول طلعوا معي جديد نستعمل هذول نخلص منهم. وهذا كمان ما يلزمنا. يلا ان شاء الله يطلعنا طلع يطلعنا ما طلعنا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله يطلعنا الشوتجن. صرفنا تقريبا 1600. يلا ان شاء الله يطلعنا التوكن بليز. ما طلعنا على شكله التوكن بليز مان. ما طلعنا كمان مرة. يلا نضرب نحاول نضرب ضربة واحدة نشوف كيف طلعنا. ما طلعنا ضربة هوني ضربة هيك قولي هي قنبلة ما طلعت. يعني دائما شب دائما لاحظت شيء بهالحدث دائما سبحان الله كل ما ببلش ضرب وكل شيء اول شيء اول ثلاث ضربات اول خمس ضربات كله بيطلع بس بعدين زفت. واو نايس نايس. لا ما حكيت شيء لا حكيت شيء. ابلع ابلع بليز كمان واحد توكن بس بليز. الله يخليك الله يخليك الله يخليك الله يخليك. سيارة والله في يعني هدايا حلوة هون. اوكي هي سيارة عندي الرقصة عندنا اياها حبايبي. القنبلة هي بيض يمكن عندي اياها ما بعرف. اوكي هي تشبه البيض فهمت علي. هاي شو هدول كله نخلص منه ان شاء الله يطلعنا فيه التوكن. يلا بليز الله يخليكم. يلا يلا قرينا يلا ولو نسر عنا يا ما بدنا يا دولي من سبينات. تعرفوا شو انا حابب. اوكي ثواني شوي. هذا الام بي 40 ما بعرف شو وضعه بس بدنا نضرب نضرب هاي وحده كمان نشوف شو بعدين نشوف. يلا 9 سبينات ان شاء الله يطلع لنا وحده توكن على 9 سبينات. يا زلمه يلا بلو يلا يا زلمه. عزفت على شكلك على شكلك. نتخلص من هدول. اوكي نفس الشيء هالاشياء البيض الصور ما صور ما بدنا اياهم. خلينا ندرس بعدين بعدين نشوف هاي ال. اوكي بلع دفت. لا شباب شباب بصراحه بدي اشوف شيء بس بدي ارسل اش كم شيء لهذاك لانه اذا ما كويسات شباب ما راح يعني ما راح استخدمهم فهمتوا عليك. خلينا ننسى بس هذول سنتو بتاع اشوف وضعهم بس نشوفهم شباب شو هن تمام. يلا بس على السريع حبايبي انا يعني زي ما يعني زي مو توب توب يعني شو هذا. اوكي عرفت هذول شو والله حلو الصراحه. شو قال هذا ام بي 40 يعني. اوكي الاي كي لا شباب صراحة عندي ليك لذاك لذاك صرفت عليك يعني 15000 جوهرة تقريبا. هذا شو اوكي صراحة خلينا نشوف بعدين خلينا نشوف بعدين حبايبي خلينا نشوف بعدين. طولوا بالكم شوي طولوا بالكم يا جايز. يلا ولو يلا بليز كمان جارينا كمان. يلا تعرفوا شو بس انا ما شفت هذا شفت هذا. تعرفوا الشباب ابلع كل شيء وخلاص من سبينات ابلع. يلا سوي نضرب اول شيء نضرب 8 اول 4 سبين خمس نضرب هيك 5 سبين. اوكي ليتس جو يلا بليز توكن يا زلمه ما يطلع لنا. بعدين نضرب كمان هيك 4 سبين ثانيه تفر مره يعني ولا مره شباب لاحظتوا شيء لما بضرب هذول اللي فوق على الفاضي لاحظت يعني لما بضرب هذول فوق حبايبي على الفاضي على الفاضي على الفاضي صدقوني على الفاضي. الزلمه شو هذا. يلا يا شباب توكن. اوه الحمد لله الحمد لله الحمد لله جانا يا شباب. يلا يا شباب اوه ماي جاد والله الشباب يعني انتم حاسكم الصراحه يعني الشباب يعني يعني التراكم صرفت 2600 كلفني حبايبي 2600 كلفني حبايبي يعني شوفوا اخر مقطع يعني. اوكي اوكي خلينا شباب خلينا لا 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 خلينا نروح على هذا بس قبل ما نروح على هذا تعرفوا شو تعرفوا بس بدنا قبل ما نروح لانه صار لا ايه قبل ما نروح بدي اشوف ال هذاك
الشوتجان. طبعا شباب هذا الحساب ما عندي شوتجان لذاك الازرق الثاني، هذاك الازرق يعني كتير واو. اوكي هذا عنا سرعة الضرب والريلود تمام، ما يهمنا دول الباقي. اوكي هذا عنا هذا الشباب، تعرفوا شو هذا يا شباب؟ هذا المدى. اوكي يعني بيضرب من بعيد كتير شباب، فهمتوا على كيف؟ بس ولكن ليتس جو. هذا عنده الموف سبيد، يعني انت بتمشي سريع، وانت بتمشي يعني بيعطيك الحركه السريعه. خلينا ندخل نشوف، شوفوا شباب تحت ونجربوا بسرعه شباب، ما بدي اطول عليكم اكثر من هيك. ليتس جو ندخل. ثواني هلا انا لابس الكريمينال. يلا يا اخي بعرف الله راح يجلدوني جلد الذاك. يلا خلينا ندخل عشان تعرفوا شباب فيق بكير وقوتي لك امامي. ليتس جو. يعني هذاك فيه سرعة الضرب وهذا فيه الرشو. يلا اوكي وين شيدجين؟ شيدجين 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 وين يا حلوين؟ ليتس جو. هذا هو شيدجين الجميل ازرق عن جد، يعني شكل حبايبي شكل اسطوري هذا الصراحة يعني. اوكي يلا نجرب ضرب 82. شوف الدم. اوه يعني شو هذا؟ يعني مسافة يعني هلا زي العدوى امامنا هون يا شباب. بس عم لاحظ عم جيب هيد هذا. انا نلعب اضرب على هيد يا زلمة. هيد 93 يعني ضربة هيد واحد يعني شباب خلص راح فيها. شايفين؟ ضربة هيد واحد راح فيها العدوى، اوكي؟ هذا 160 بس 100 اوه لوز. خلينا ندخل على هذا ونشوفه جوا. شوفوا بالتدريب جايز. ليتس جو ليتس جو ليتس جو. شباب ماني محمد ولا شيء اول جيم يعني هيك اول صبح اول دخل لي غلاله. شوفوا انا هون يعني يلا شوف الضربه باللعب هيك يعني هيك مش سريع شيء سريع. والي 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 بس شوف هيك يعني باللعب يعني مع المسافات وهيك يعني فهمتوا على كيف؟ بس انا ملاحظ عم بيعطي السرعه. وقف عم اضربك يا زلمه ماني مصحصح جيبك شوي شوي علي. ايوه انا كمان لابس الموز يا شباب لابس الموز يا زلمه. قول لي واحد من بعيد. والله لوس بضرب من بعيد. لا لا اوبلا اوبلا. اوه شفتوا المد يا شباب جيب هيك المد هي كلها جيب هيك شفت المد المدة هاي كلها هذا الثلج. هولي هولي والله شي تمام شي لوز. عم بعمل سكرين هذاك كفو. ولي 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 والله شباب مد. لا 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 شباب هذا شباب هذا الشوت جان لازم انزلكم حبايبي. وقفوا شوي شباب يعني لانه الفيديو وصل يعني تقريبا 14 دقيقه حبايبي. لازم انزلكم حبايبي مقطع جديد اوكي نجرب فيه كل الشوت جانات القصيره تمام نقارن مع الجميع. اوكي اوكي حبايبي مقطع جديد شباب راح انزلكم اياه ان شاء الله غدا من بعد هذا المقطع بقناة الثلاث شوت جانات. اوكي حبايبي ان شاء الله عجبكم المقطع لا تنسوا تحطوا اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. واذا عجبكم المقطع شباب يعني اذا عجبكم يعني لا تبخلوا علينا بالدعم حبايبي الله يخليكم تمام حبايبي بشوفكم على خير وبمقطع جديد. باي باي.